اهلا وسهلا فيكم. حنعمل لكم الحجامه العمليه بكل انواع بكل مواقفها من اولها لاخر. طيب احنا عندنا منا في هلا الادوات، ادوات الحجامه حتكون هي كاسات. هلا طبعا على حاسة الكاسات هي اللي بتطلع على الضغط. في عنده منا طبعا التعقيم، اهم شيء قبل ما نبدا باي شيء بدنا نسوي حنلبس تعقيم نعقم. عنده منا معقم مشان نعقم المكان هلا. وطبعا بعد منها عنده منا المشرط اللي هو المشرط الطبي. اهم شيء عنده منا الحاجات للتعقيم اللي حكينا عنها انه ضروري كثير يكون اخصائي ويكون عنده منه مهتم بالتعقيم، لانه الحجامه بتنقل امراض كثيره اذا ما فيها تعقيم. طبعا هلا هون عندنا منا نحن هون الكاهل وهون الاخدعين، هدول للرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان ينحجم فيه، هون الكاهل والاخدعين. ونحن عم نشتغل حنحكي عن الحجامة. شو اجى لعند مني المريض، اول ما بدي اسأله طبعا سألته قبل ما يقعد وقلت له انت شو بتعاني، في عندك مشاكل، عندك ضغط، عندك سكر، عندك شو الادوية اللي بتستعملها، في شي اكله مبارح بالليل اكل شغلات دسمة، ما بيصير اكل قبل بيوم شغلات دسمة. نفس اليوم كمان لما بده يجي يكون 4 ساعات صار له مو اكل، الا بيمشي الحال يعني اذا اخذ له فنجان قهوه او اخذ له شويه شاي صغار هيك ما بياثر عنده منه، بس يكون مبعد عن التدخين كمان ضروري مشان ياخذ حجامه صحيحه ويستفيد منها. وبعد ما يخلص الحجامه حنقول لكم شو بده كمان ياكل، كمان له اكل بعد الحجامه، وفي اكل متخصص يعني خصوصي، الخصوصي اللي هو بحيث انه يبعد عن الحليب ومشتقاته ويبعد عن اللحمة ومشتقاتها. ليش؟ لانه اللحمة ومشتقاتها فيها بروتينات احتمال تحرك لي الضغط عند منه لانه مسحوب منه كمية، والحليب ومشتقاته فيه كمية الكالسيوم اللي كمان بتحرك الضغط وترفع فيه. طيب هلا هون نحن شو عم نعمل؟ حطينا الكاسات، الكاسات هدولة بتعمل لي استدعاء للكريات الحمراء اللي حكينا عنها، الكريات الحمراء الهرمة بتعمل لها استدعاء وبتجي لعند مني اللي هون بنفكها مرد بنعيد عليها، كل ما حركنا عليها لاقيها انه احمرت اكثر، بس تحمر منيح معناتها صار في عند منا هون وصلت مرحلة انه عم تصل الكميات من الدم الحمراء الكريات الحمراء اللي ما بدنا اياها عم تجي لهون، المناطق هون اكثر شيء بيتجمعوا هن، مشان هيك بنضل شوي حاطينهم مرتين وثلاثة لحتى نقدر ناخذ النتيجة منهم. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما مررت ليلة أسري بي ليلة اللي أسري بي إلا الملائكة قالت يا محمد عليك بالحجامة. فهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح بخاري يعني من الحديث الصحيحة. هلا احنا خلصنا نشوف طريقة التشطيب، طريقة تشطيب طريقة خفيفة ناعمة بحيث بعد يومين ثلاثة ما منعود منلاقي، مندور على المكان تبع اللي شطبنا فيه ما منلاقي. ليش؟ لأنه عم يعطي ياخد نتيجة، عم يعطينا نتيجة بدون ما يعطي علامات، يعني ما منلاقي منجيب مشرط منضرب ضربات قوية.
هلا بنقول له للي بده ينحجم، بنقول له اذا بدك تجي انت تنحجم قبل بيوم شو بتسوي؟ تاخذ فكره كامله عن الحجامه وشو هي الحجامه، بحيث ما تجيني خايف ومرتعش. اذا كان جاي خايف حيصير فيه انه يدوخ، حيصير فيه انه ما حيتحمل الحجامه، ويعرف انه هي الحجامه هي فيها فوائد له. هالفوائد اللي بياخذها بيحس يعني بده يقنع نفسه قديش هو حيكون، مشان ما يكون هو يعني ما يكون نفسيا متوتر. ما بدي يجي متوتر و كأنه هون عند منا هي عاطية. هذا الحكي قبل بيوم طبعا مثل ما قلنا، وما بيكون طبعا مبعد عن الجماع والتدخين قبل بيوم. ما بدنا ياخذ كمان منتجات الالبان قبل بيوم كمان، يعني هذا المساء بالليل عم نحكي قبل ما ينام، يعني ما يكون اخذ متقل تقلي 12 ساعه، ما يكون متقل بالاكل، ولا يكون كمان اكل الحليب مشتقاته او اللحمه ومشتقاتها، هدول اللي مشان ياخذ نتيجه صحيحه من ال. بعدين ما بيصير نسوي حجامة احنا وهو جوعان او هو شبعان، يعني كمان اذا جوعان هو فز الصبح لقى حاله جوعان وما له قادر الا ياكل، لازم شوي ياكل، وبيصير يجيني بعد 4 ساعات من الاكل. بعدين اول ما بيجي طبعا بيحكي لي مثل ما حكينا اول ما بدينا نسأله شو اكل وشو وفطرت ولا ما فطرت، شربان قهوه شربان شاي شربان دخان قبل ما هذا، وشو عندك امراض، شو عندك اوجاع، عندك سكر، عندك ضغط، عندك كل شيء عنده منه مشاكل لازم نساله عنها مشان نعرف الاحتياطات تبعتنا. في مرات لانه باول ما نحط ونحرك عنده منه بيقوم بيصير بيعطيني، هو بيعطيني مباشره دوخه، الدوخه هي بتعطل على ما بتخلينا نكمل حجامي بالشكل المضبوط، ولو انه الدوخه مؤقته هي بتجي خلال 10 دقائق برد بيصحى من اول وجديد. إيه بس بده يكون في له احتياطات. في داعي عند منا لما بيكون كثير انسان خويف وبده يدوخ اجباري حيدوخ لما بيشوف الدم او بيحس انه حاله انشرط جسمه، فهيدا بنسوي له حجامه وهو متسطح على وشه او على جنبه حسب ما نوع الحجامه. طبعا هلا في عند منا حجامه بالراس، هون بالراس بنسويها بالمنطقه هي، وفي عند منا حجامة بالأخدعين بتطلع لفوق وبتنزل لتحت حسب منطقة الألم، وفي عندنا منها بالكاهل اللي بتنزل من هون وبتصل لهون. مرات بنسويها حجامة خصوصي للحساسية، في عندنا منها حجامة خصوصي للربو، وفي عندنا منها حجامة اللي أهم شيء حجامة للعقم، في حجامة للعقم للمرأة وللرجل. في ناس كثير عندنا منهم تسكير أنابيب، في المرأة في عندها تسكير أنابيب بيصلح حجامة بتفك الأنابيب. في ناس عندها منها إذا بنذكر نحن صغار، إذا كنتوا كبار أنتوا لما كنتوا صغار من زمان من شيء 20 و30 سنة كانوا يقولوا والله أخذنا المرأة ورحنا قفلنا لها ظهرها. قفل الظهر هو الحجامة، بس هالحجامة هاي الحجامة اللي كانوا يقفلوا فيها كان اسمها الحجامة، ما عددنا لكم نحن أنواع الحجامة. نحن عندنا حجامة جافة وعندنا حجامة دموية وعندنا حجامة صينية الإبر الصينية وعندنا حجامة بالأعشاب وحجامة بالعسل. في أنواع كتير للحجامة، فبيطلع الإنسان بيطلع وين المشكلة تبعه لما بيجي لعند مني المريض، شوف فين المشكلة تبعه وبختار له نوع الحجامة. في أنواع اسمها حجامة المتزحلقة، الحجامة المتزحلقة كان بدي أرجيكم إياها هون، الحجامة المتزحلقة بتكتير هاي للي معه تشنجات، بنحط له زيت، بندهن زيت ومنعمل تحريك هيك بالحجامة يكون في زيت وهي مشدودة. كنت بدي أسوي لكم إياها بس ما لحقت. طيب شو ده؟ طبعا هلا احنا عندنا من نوع الدم اللي بيطلع من الحجامة حنعرف شو في عنده منه أمراض، اللي حسب نوع المرض. هلا نحن خلصنا
ما صفي علينا غير نقيم الدم وننظف ونعقم مكانه، ويكون هيك خلصنا حلقة الحجامة العملية من هون عند منا. طبعا هذا اللون الغامق بيرجيني انه عدد الكريات الحمراء الهرمة كبير، وكل ما كان غامق أكثر كل ما كان انه عطاني كمية كريات حمراء. ما بيخرج طبعا كريات دم بيضاء الا بحالات اللي قلنا فيها نعرف انه هون في عنده منه مشكلة، نعرف انه عنده منه مشكلة سكر او عنده منه مشكلة تميع دم، او عنده منه نعرف حسب لون الدم. كل ما كان تفتح او تغير لونه او عطى على صفار او عطى، نعرف شو النوع اللي صار عنده منه، شو نوع المشكلة. على الجرح وما تخليه. طبعا الحجامة شغلة مهمة بدنا نحكيها، انه حتى لو بس توقف الدم يوقف وقمنا الكاسات وروح حطينا كاسات مرة تانية لا يمكن ينزل، خلاص ما بينزل الا بعض النز خفيف شوي. هذا اللي بنقول عليه انه بنقدر نوقفه مو بنوقفه توقيف، يعني بحيث ما يلوث ثيابه بس، ولا خلص مجرد ما قمناه معدي. هلأ بنقول له نحن للمريض اليوم ما بتاكل لا لحمة ولا مشتقاتها، ولا بيض وحليب ولا مشتقاتهم طبعا، ولا بتاكل ولا بتروح طبعا بتاكل هلأ أهم شيء صحن فتوش، نحن نسميه فتوش عنا الفتوش، يعني هذا أكتر شيء لأنه فيه خل وزيت ولأنه فيه الخضار الكاملة بيعطي نتيجة كويسة كتير. وهيك هلا نقدر نقول نحنا نهينا جلسة الحجامة الكاملة. بتأمل منكم انكم تكونوا استفدتوا على هالأمور هي، وقدرتوا تاخذوا الفائدة اللي نرجوها لكم بإذن الله. أخصائي العلاج الطبيعي بكري الحايف، شكرا كثير لك اليوم نورتنا. أكيد لكل المشاهدين يلي عم بيحاولوا يتواصلوا معنا على عبر أرقام الهواتف وحابين يعرفوا أكثر عن الحجامة أو يتصلوا يتواصلوا مع أكيد الأخصائي الدكتور بكري الحايك، أرقام الهواتف شغالة، رح نعطيكم رقم تليفونه أكيد تحت الهواء. شكرا كثير لك بهذا الصباح. أهلا وسهلا فيك. نحن كثير انبسطت إنه أخذت الناس تأخذ الفائدة، واللي بحب يستفسر ما عندي مانع أي سؤال أنا عم بجاوب عليه، وإن شاء الله بيستفيدوا بحلقات تانية أكثر بأنواع تانية من العلاج.